السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من الولايات المتحدة الأمريكية بالرسالة رقم 23. وخليني أبدأ بالشكر، فبالشكر تزيد النعم، ولأن شكرتم لأزيدنكم. بشكر الكل حقيقة اللي عم بيتابعونا، لأنه يعني على التجاوب الكبير وعلى توزيعها بالفيسبوك بتويتر بغرف الواتساب وبكل مكان. وبشكر أيضا الأستاذ مصطفى دروبي عضو اللجنة المركزية لحزب اليسار الديمقراطي السوري اللي بعت لنا رسالة لفريق عمل البرنامج عم بيقلنا أنه أنتوا رح نعمل نحن على تعميم رسائلكم بأوسع انتشار لتصل لكل المهتمين والمهتمات، فشكرا للجميع. نبدأ مباشرة بالموضوع اللي هو سوف يبقى مستمر معنا دائما، اللي هو الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية. بنناقش موضوع الجزء المتعلق بالنظام السوري. على الصعيد الخارجي، الأمانة السورية للتنمية اللي بترأسها السيدة أسماء الأسد رشحت نفسها لتكون واحدة من 3 منظمات عربية عضوة في اللجنة الدولية من أجل التحكيم واختيار المواقع الأثرية اللي وضعها على قائمة اليونسكو، اللي هي منظمة الأمم المتحدة للثقافة ومقر باريس، ولسوريا سفيرة معتمدة رسميا فيها. لذلك كانت هي أحد 3 منظمات عربية دخلوا بها اللجنة الجديدة، وصارت هي محكم دولي الآن الأمانة السورية للتنمية. لكن هي طبعا هي ما جائزة يعني أو منصب، هي عبارة عن يعني عضوة في لجنة، لكن هذا له بعد معنوي. أولا البعد المعنوي أنه هذا النظام السوري يعتبر شرعي بشكل كامل. 2 لديه منظمات مجتمع مدني، بينما المعارضة السورية عم تقول ما عنده منظمات مجتمع مدني، عنده منظمات مجتمع مدني تابعة للنظام وللحكومة، وبالتالي هي لا تعتبر بالمفهوم الدولي الحقيقي مجتمع سيفل سوسايتي، مجتمع مدني. فإذا هو استطاع أن يثبت وجهة نظره، وهذا بيعمل له دعاية كبرى. فهي أحد الأنشطة اللي قاموا فيها. أيضا اشتغلوا على ترتيب البيت الداخلي، عينوا مضر حيدر قائد القوات الخاصة، وهو من قرايبين اللواء علي حيدر اللي كان قائد القوات الخاصة التاريخي يعني الطويل الأزل من 68 لل 94، يعني 26 سنة. طبعا هاي محاولة لاسترضاع عائلة حيدر اللي هن ببيت ياشوت جبلة بشكله الأكترية فيها، بعد ما تم طرد اللواء علي حيدر بال 94. لذلك الآن هي أيضا استقطابهم وتقريبهم. تواجدهم بالإعلام العربي والدولي كمان مثل ما ذكرنا من حلقتين 3، عم تواجدوا وعملوا طريقة جديدة الآن، عم بيوظفوا ويجيبوا ناس بيبينوا كأنه محايدين اللي كانوا بيشتغلوا بوسائل إعلام سابقة، بيجيبون طبعا من اللبنانيين من جماعة عون، وبالتالي بيبينوا كأنه محايد مانو سوري، بيحكي بطريقة كويسة، عايش برا كأنه عم بيحلل، هو محايد. فبالتالي بيقدر يتغلل بوسائل إعلام عربية مثل ما ذكرنا تماما، ومنها سورية. وفعلا قدروا يمرقوا واحد منهم على قناة سوريا اللي بتطلع من اسطنبول وحكى يعني حكي، فاضطرت بعدين إدارة القناة تحذفه من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني اللي صار. إذن خلينا لازم ننتبه حتى ما يتغلغلوا بيننا وبين صفوفنا ويوصلوا هالرسائل بحجة الحيادية. أيضا كان الخطر الأكبر عندهم اللي صار عليه اجتماع وفق ما فهمنا في دمشق، تخوفوا من موضوع أنه يكون الانتخابات تؤدي إلى أنه يصير بشار الأسد يتم انتخابه رئيس للجمهورية لجزء من سوريا، وبالتالي هو يكون في منافسة مع رؤساء جمهورية في المناطق الأخرى، سواء في منطقة الإدارة الذاتية أو شمال غرب سوريا في المناطق اللي هي تحت النفوذ التركي أو في الجنوب السوري. لذلك كان القرار حاسم في دمشق، منع حصول تلك الانتخابات في المناطق الثلاثة. وهذا ملف حمله الوزير الخارجية السوري فيصل مقداد لروسيا، وبدقة عم نحكي لكم. واحد منا منع انتخابات في شمال غرب سوريا اللي هي إدلب والريف، وبالتالي سوف يتم العمل إما هجوم عسكري واستعادة تلك المناطق في النصف الأول من العام المقبل، أو استمرار الضرب والقصف وقضم مناطق وتقطيعها بشكل تتقطع الروابط فيها وما يتم فيها إجراء أي انتخاب. هذا رقم واحد. رقم 2 في الجنوب، منع حصول ذلك الانتخابات بتقوية الفيلق الأول ووضع شخص اللي هو كان اللواء رمضان قريب جدا جدا، هو يعني من الحلف الإيراني ومن التواجد الإيراني اللي راح يخرب كل إمكانية ويثير قلاقل وقتل واغتيالات واختطافات وشقاق بين الناس واستقطابهم وكذا، لحتى يمنع حصول أي انتخابات ذلك، وإرسال إشارة أنه هدول ما راح يضايقكم لإسرائيل نهائيا، لكن من خلال روسيا نحن بنبعث رسالة لإسرائيل بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، نحن مستعدين نفتح خطوط من خلال إسرائيل من خلال روسيا للتعاون، للتواصل، للمسار ثاني للدبلوماسية، للاتفاق على يعني القضايا الخلافية. هذا حتى يكون واضح، وبالتالي
أيضا ضربه. النقطة الثالثة ضرب إمكانية إجراء أي انتخاب واختيار شخص في مناطق الإدارة الذاتية. سربت بثينة شعبان أنه اتفقنا مع قسد على وحدة أراضي السورية وعلى وحدة العلم السوري، ولكن قسد رفضت توقع لأنه هي خايفة وهي تحت هيمنة الولايات المتحدة. ولكن طمن الوزير الخارجية للروس أنه هن سوف يقوموا ولديهم صلات جدا ممتازة مع الإدارة الذاتية وقسد، وبالتالي لن يكون هناك انتخابات في شمال شرق سوريا. هذا حتى تكونوا بدقة شو اللي صار، يعني شو اللي كانوا متخايفين منه. أوروبا من ناحيتها شو عملت؟ نحن لحتى نقبل هالانتخابات وأنه تكون شرعية عنا 4 شروط: أنه تكون تتم ببيئة آمنة ومحايدة، وجود ضمانات قوية أنه تشارك النازحين واللاجئين، ووجود ضمانات أنه يكون هذا انتخاب متعدد، يعني في أيضا من المعارضة مشاركة فيه. والفقرة والشرط الرابع أنه تكون بإشراف منظمة الأمم المتحدة لحتى يكون تتوفر فيها الحياد بالعملية الانتخابية. روسيا ما عندها شرط سوى أن يكون تجميلي، تقدر تدخل حدا من المعارضة. لحد الآن فشلت رغم محاولتها مع كثير من رموز المعارضة القوية أنه يشاركوا في الانتخابات، فشلت لأنه هذا عبارة عن شيء تجميلي ليس له قيمة. إذن هذا هو المناخ من طرف النظام. المناخ من طرف المعارضة شو كان؟ حقيقة كانوا مشغولين بالقضية الإشكالية اللي أثارها المبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون، واللي عمل بإحاطته لمجلس الأمن الدولي ب16 كانون الأول ديسمبر، حاول تغيير استخدامه لمصطلح العدالة الانتقالية واستخدم بدال العدالة التصالحية. نحن سألنا حقيقة في خلفيات للموضوع. من 2017 كان الخبير الروسي فيتالي نعومكن حاول يقنع معارضين سوريين كانوا عم بيروحوا على جنيف، التقى فيهم بجلسات غذاء أو جلسات عشاء سواء في جنيف أو في المؤتمرات اللي صارت في مدينة مونترو، وحاول أنه يقول لهم أنه يثنيهم عن استخدام العدالة الانتقالية لصالح العدالة التصالحية. فيعني يبدو أنه الروس اللي ضاغطين على بيدرسون ولقى طريقة يمرقها. المجتمع المدني اللي هو حاول يلصق فيه التهمة نصل وقال نحن ما دخلنا وكذبوا لبيترسون، وأهم الشخصيات اللي هن السيدة إلاف ياسين وإيمان شحود وخالد الحلو ورغداء زيدان وصباح الحلاق ومازن غريبة اللي طلعوا بيان قالوا لا نحن ما ورد بأي مكان استخدامنا لهذه الكلمات، وإنما بحق لك أنه تنسبها لأنه لازم تعتذر وتوثقها بالأمم المتحدة أنه تشيل هالاستخدام هذا. طيب هون لازم خليني عم بتذكر شغلة في الدكتور كرم شعار اللي هو سوري وزميل بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، عمل دراسة عن كل اللجنة المصغرة واللجنة كاملة، اللجنة الدستورية 150 اسم، كل واحد فيهم مدينته، توجهه، دراسته، دينه، مكان إقامته، توجهه السياسي، معلومات عنه بشكل كامل ممكن تروحوا تشوفوها، بالتالي بتعرفوا خارطة كاملة عن هالموضوع. لأنه باللجنة المصغرة تبع الوفد المجتمع المدني في 6 اللي ذكرت أسماءهم هن مع خط المعارضة، في 8 مع خط النظام، وفي 1 على حسب الموضوع. لذلك لازم ننتبه. حتى جير بيدرسون رفض باجتماعه مع غرفة دعم المجتمع المدني أنه يعتذر عن استخدام المصطلح العدالة التصالحية، لكن بعد ذلك صار فيه هجوم كتير إعلامي من قبل كل الإعلام تبع المعارضة، وهذا الشيء يعني دفعه وجبره أنه يعتذر ويطلع خطأ، أنه هذا خطأ فني غير مقصود، وأنه هو ما طرح أصلا هذا الموضوع من قبل اللجنة الدستورية، وأنه كان خطأ هو بالترجمة من العدالة التعويضية اللي طرحت في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية. لذلك كان شيء إيجابي. رح نشرح لكم بسطر واحد شو هي قصة العدالة التصالحية. شرحها الدكتور سام دلي اللي هو الدكتوراه في العلوم القانونية الدستورية، قال كما يتم تزويج الفتاة لمغتصبها كي يسقط عنه الجرم، هذا هو تماما أحد أوجه العدالة التصالحية. فأنتوا لكم الحكم السادة اللي عم تسمعونا الآن. السيد هادي البحرة رئيس المشارك للجنة الدستورية رأس مباشرة بعد ما طلع بيترسون الاعتذار، كان محضر هو بيان طلعه، يبركز على 3 رسائل: 1 أنه ما في وجود لأي وثيقة توقع أو تتبادل من قبل الأطراف، يعني حتى يقول أنه ما في وثائق أنتوا اتهمتونا في وثائق متبادلة سرية. 2 قال أنه اللجنة المصغرة هي لجنة صياغة تقترحها للجنة الموسعة، فهي بالتالي ما بتقرها أو بتعتمدها أو بتصوت عليها. وقال بالشغلة هون السؤال، الشغلة المهمة اللي حطها، قال ليس من اختصاصنا بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، فهذا ضمن المسارات الواجب تفعيلها من هيئة التفاوض. يعني وينك يا هيئة التفاوض الطالبي فيها؟ نحن مو شغلتنا تحطوها فينا، نحن أصلا ما مهمتنا هيك. إذن هذا كلام مهم. هلا النقطة اللي كل مسترين عليها وساكتين وما حدا عم بيجيب سيرتها، في شركة أمريكية بينما هالناس على الآن ببعض بنفس الوقت بالتزامن كانت عم تعمل لهم دورة لأعضاء بالإئتلاف وباللجنة الدستورية
جابت باحث اسمه فلاديمير عم بيعمل لهم دراسة على منهج كيف يشاركوا كيف الانتخابات وكيف يراقبوا الانتخابات. هلا يعني هاي خلينا نحكي عن المكشوف، مين اللي سمح له يحط هذا المنهاج اللي عم بيدرسون اياه؟ هذا رقم واحد. مين اللي أقره لهذا المنهاج؟ إذا كان ما نو مناسبنا لأنه هو ممكن يدرسه مثل دورات بأفريقيا أو فنزويلا ونحن وضعنا غير شيء، معناته ما في داعي يعمله كله أصلاً بالأصل. وإذا كان بيناسبنا، مين اللي أقره له إياه وقال إنه بيناسبنا ولا بيناسب النظام؟ ممكن يكون بيصب بمصلحة النظام. إذا بكرة طلب منكم أنتم أيها المتدربون أن تروحوا تشرفوا على الانتخابات بدمشق مثل المنظمة اللي هو بيشتغل فيها أشرفت على أو راحت أشرفت على الانتخابات مجلس الشعب اللي صارت هلا من كم شهر، هيك بدكم؟ بدنا حدا منكم يطلع أنتم المتدربين يحكي انه شو استفاد من هالدوره هاي، وهل بتصب مصلحتنا ولا بمصلحه النظام او لا تصب في مصلحه احد؟ ومين اقر المنهج؟ ومين الدورات الثانيه اللي راح الان يخضعوا لها بقيه اعضاء اللجنه الدستوريه؟ اذا ننتقل ايضا للنقاش الكبير الحاد اللي صاير حول ائتلاف وطريقه التغيير. وحقيقه نحن الرساله السابقه حكينا موضوع عن انه كيف انا اتساءل انه لا يمكن تغييره بدون وجود مسار قانوني واضح. حقيقه يبدو التقط فكرة السيد المحامي اللي نفسه هو صاغ مشروع أحداث مفوضية الانتخابات وعمل تعديل للقانون الداخلي للنظام الداخلي للائتلاف، وهذا مسار قانوني سليم. لكن إذا بده يستلموا نفس الناس نفس الائتلاف ويديروه ويصدروا ذلك القانون ويتم التغيير بناء عليه، ما رح نستفيد شيء. لذلك قام السيد خالد حربة وساجد تركماني اقترحوا جهات ومكونات ثورية جديدة، واقترحوا ما اسمه حل لمعضلة الائتلاف. كل هذا بده نقاش من ناس محترمين ما هم واقعين تحت نفوذ الدول الإقليمية، ساكنين برا عندهم دخلهم الكافي لهم، بيعملوا هالاستشارات وبيطلعوا، ما هم راكدين قاتلين حالهم لحتى يستلموا مناصب وتركوا دولهم ونطوا مشان ما بعرف يجوا يستلموا منصب صغير مشان ياخذوا لهم كم معاش كم ليرة. هذا كله ما لازم يكون يتتصف فيه الشخصيات المحترمة التي سوف تقود الانتقال إلى إدارة لتمثيل سياسي جديد للمعارضة. إذا النظام عنده جهاز مركزي للرقابة المالية وهيئة مركزية للرقابة والتفتيش، معقول الائتلاف والهيئة والحكومات وما بعرف إيش ممثلي ما عندهم يا مين عم بيراقب مين هن لمين مسؤولين؟ هلا نقطة جديدة، صار في ضجة كبيرة إنه قانون أوقف القتل في سوريا وسوف يمنع بشار الأسد من الترشح. ما بيحق له يمنع بشار الأسد من الترشح، لكن بيقدروا يقولوا إنه نحن لا نعترف بشرعية النتائج التي سوف تصدر عن تلك الانتخابات في سوريا. لذلك هو عبارة عن شيء رمزي لأنه تم تقديمه بآخر يوم عمل الكونغرس، وأنا حكيت بهالشيء بالتفصيل بالمقابلة اللي عملتها معي صحيفة الإندبندنت العربية، وقلت إنه هذا تم تقديمه بآخر يوم عمل وبالتالي سوف يناقشه الكونغرس الجديد اللي تم انتخابه عندما يلتئم للعمل، وبحاجة أنه يتم تقديمه من جديد. وأصلا رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل ما عاد نجح بالكونغرس الجديد، فبالتالي في عدد من التغييرات اللي بدها تصير. وقلت أنه التباين، أهم تباين هو طرح العقوبات ليس فقط على قطاع البناء أو الطاقة أو قطاع الأسلحة والصيانتة، لكن على قطاعات المالية والخدمات المالية والمصارف بشكل مباشر. هلا في جدا شغله مهمه عملتها بسمة قضماني اللي هي فندت فيها اكاذيب الكاتب الاسرائيلي مائير زامير اللي ادعى انه مردن بيك هو عباره عن عميل مزدوج لبريطانيا وفرنسا، ووضحت من خلال الوثائق اللي بيحتفظ فيها بمنزله واعطتها اياها عائلته انه هو لا هو كان ضد الاثنين وكان وطني، واثبتت انه كيف كانت التبرعات ايامه للثوره في فلسطين من اجل انقاذ فلسطين، وبالوثائق نشرتها بشكل كامل وردت عليهم على هالأكاذيب اللي عم بيحاولوا يلوثوا أي شخص سوري من فترة الاستقلال. لذلك كمان نشكر الدكتورة بسمة قطماني على عمل البحث هذا. الأستاذ رياض سيف الرائع جدا الشخصية الوطنية الكبيرة رئيس الائتلاف السابق أصدر كتاب حقيقة جميل جدا بيحكي فيه عن طفولته وعمله ربيع دمشق ومنتدى الحوار الوطني، عن اختفاء ابنه، توقيعه على إعلان دمشق، ترشحه لمجلس الشعب، حياته بالسجن الأول، حياته بالسجن الثاني. لذلك يقرأ هذا الكتاب. جيفري السفير جيفري بعد ما تقاعد حطوه رئيس لقسم الشرق الأوسط بمركز ويلسون، فكمان هذا ورأسا مباشرة صار معه كتابات ومقالات ومقابلات، وعمل لقاء مع المعهد الأمن القومي الأمريكي مع السيدة سينام محمد اللي هي المدير المشارك لمكتب مسد في أمريكا. الإدارة الأوروبية القمر الصناعي يوتلسات قررت أنه تمنع بث كل قنوات إعلام النظام السوري على تردداتها، وبالتالي القناة السورية والدراما ونور الشام والسوريانة والتربوية والإخبارية السورية كلها انشالت. بثينة شعبان أيضا حاولت تطرح أنه هي ما متأملين شيء من إدارة الرئيس بايدن المنتخب بايدن، وأنهن بيأملوا أنه ينسحب مباشرة من سوريا. الشغلة جديدة مهمة كتير كتير كتير، يبدو في ضغوطات كبيرة على إدارة الذاتية، فبدلا من أن تهرب النفط
إلى مناطق النظام عبر المهرب الكبير قاطرجي، وبالتالي يستفيد القاطرجي ويستفيد النظام. يبدو رح يتم تأمين وضع أنابيب لنقل النفط لكردستان العراق، ومن هناك يتم تصديرها للمهتمين بأنابيب قطرة 10 إنشاد عبر نهر دجلة في منطقة سيمالكا، بنقلوها بالبراميل، بخزنوها بخزانات بمنطقة سيمالكا، بعدين بيضخوها بالأنابيب، وبالتالي سوف ينقص النفط على النظام وسوف تنقص عمولات المهرب قاطرجي. سمير عيطة مع معهد كارتر عمل دراسة عن النتائج السلبية لعقوبات اللي عم تعملها أمريكا وأوروبا ضد النظام السوري ورجال الأعمال الفاسدين، وأن هذا الشيء عم بيأثر على الشعب ويجعله يفقر وتضرب المؤسسات المتوسطة والصغيرة في سوريا وتدمرها وله تأثير سلبي. أجى رد عديد عليه أنه طيب ليش ما حطيت فقرات أيضا عن تأثير سرقة النظام للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، وبدل ما أن تذهب إلى الذين يفترض أن تذهب إليهم عم توزعها على الجيش وعلى الشبيحة، وبالتالي أنت اللي عم تفقرهم يا أيها النظام، بدل من أن توزع عليهم ما ترسله لهم الولايات المتحدة والأمم المتحدة. فنتأمل أنه من الدكتور سمير عيطة يطور دراسته أو يحدثها لحتى تتضمن فقرات كاملة تتضمن هذا الشيء. توفى جوزيف صبرا اللي هو أغنى رجل في البرازيل، ما عنده إمبراطورية مصرف فيه، هو سوري حلبي. أيضا عبيدة صالح البنكي كان هو يعني نجح بأنه يكتب إبداعاته على العملة القطرية، وكان في نجاحات كتير كتير كبيرة. وسيد مالك جندلي أيضا تم اختياره من قبل جامعة كوينز بشارلوت كأول ملحن، عطوه ريزيدنسي إقامة، فخر له ونحن مفتخر فيه وبنقول له دائما مبروك. شكرا لكم جميعا.